العتبة المؤرقة لطلبة الثانوية الحال من بالولوج إلى المستوى الجامعي بكالوريا تخرج إلى العلن وبنسبة مشاركة نهزت 50,000 مشارك توزعت على 125 مركز امتحان. نسبة مشاركة لم تشفع في ارتفاع مستوى النجاح حيث لم تتجاوز عتبة البكالوريا لعام 2019 نسبة 10% في الدورة الأولى، أمر يرده المشتغلون بحقل التعليم إلى عوامل عديدة على رأسها ظروف المدرسين. 2956 معناها الفرق الشاسع بين المشاركين والمترشح وعدد عفوا بين عدد المشاركين وعدد الناجحين يلاحظ من خلاله حجم الإخفاق في 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 المنظومة التعليمية بصورة عامة وفي المنظومة التعليمية منظومة التعليم الثانوي بشكل خاص. ما دامت مخرجات التعليم بهذا المستوى معناها أن هناك خلل كبير ينبغي أن يراجع، وأعتقد أن مراجعته أساسا تبدأ بالتركيز على المدرس باعتباره هو العتبة الأساسية في المنظومة التربوية، كذلك التركيز على المنظومة المناهج وتحديد الخطوط العريضة لهذه الإخفاق والتركيز على علاجها. تنضاف إلى هذه الصعوبات أيضا صعوبات أخرى مثل عدم التراكم المعرفي في المراحل الدراسية والقفز على تلك المراحل، إذ يؤثر ذلك سلبا على عطاء الطلاب حين اختبار قدراتهم في الامتحان النهائي. بالنسبة للبكالوريا كما تشاهدون نسب النجاح دائما متدنية، على الرغم من أن شهدت العام الماضي تحسن، لكن هذه السنة رجعنا إلى التدني خصوصا في شعبة العلوم، الشعبة الأوفر مرشحين، الأكثر مرشحين على المستوى الوطني، والسبب يعود إلى عدم اهتمام المدارس بالتلميذ قبل مرحلة البكالوريا. إذا يأتي التلميذ للبكالوريا وهو لا يستحق أن يصل إلى هذه المرحلة. يتحدث التربويون أيضا عن البون الكبير بين مستويات التعليم في المدن الكبرى مقارنة بالمناطق النائية، الشيء الذي ألقى بظلاله على نسب التجاوز، إذ أخفقت بعض المناطق في الداخل في تسجيل أي نسبة نجاح على الإطلاق. بين نسبة المشاركة في مسابقة البكالوريا التي نهزت 50,000 مشارك ونسبة النجاح التي لم تتجاوز نسبة 10%، يحيل كثيرون هذا الإخفاق إلى ضعف العطاء التربوي وضعف المرتكزات التي تتأسس عليها المناهج. محمد عبد الرحمن، مرابطون، مكشوط.